هلو يا حلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا متحمسه جدا جدا لفيديو النهارده، لان هو استخدامات كتيره قوي لمنتج واحد موجود تقريبا عند كل بنت، متوفر ورخيص وبنستخدمه في حاجات كتير، بس في حاجات اكتر ما نعرفهاش عنه. ايه المنتج ده؟ البيبي اويل. مع مرور الوقت والسنين واستخدامي للبيبي اويل من زمان جدا، بدات اكتشف فيه حاجات عبقريه مؤخرا انا ما كنتش اعرف انها موجوده اصلا فيه. من اهم الحاجات ان هو عنده مفعول سحري على موضوع التشققات بتاعه كعب الرجل. كلنا طبعا عارفين وصفه الفازلين، نحط الفازلين ونلبس شراب قبل ما ننام لو عندنا اي تشققات في رجلنا او في خشونه في رجلنا. البديل السحري للفازلين هو البيبي اويل. عايزه اقول لكم ان تاثيره اقوى من الفازلين، زائد ان هو كمان ارخص كتير جدا من الفازلين، لان الفازلين بيكون سعره شويه غالي لبعض الناس. فبديل كويس جدا 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 للفازلين هو البيبي اويل. انا عن نفسي كان عندي تجربة حقيقية فعلية مع موضوع البيبي اويل ده لكعب الرجل. مامتي كانت دايما عندها مشكلة في موضوع تشققات الرجل ده، بالذات في فترة الصيف، فكانت بتستخدم الفازلين. طبعا كان بيجيب نتيجة بس على فترات بعيدة قوي. ففي وقت من الاوقات كده قلت لها طب ما تعالي نجرب نستخدم البيبي اويل. عايزة اقول لكم ان هو في ظرف تقريبا اسبوع جاب معاها نتيجة هايلة جدا جدا جدا. فالموضوع ده متجرب، وانا عن نفسي مجرباه وشفت نتيجته، فانصحكم ان انتوا تجربوه جدا. تاني استخدام مهم وكويس جدا وحلو جدا، البنات اللي بتعمل شيفينج. دايما بعد الشيفينج بيبقى الجسم حساس جدا، واي حاجة فيها كحول او فيها عطر بتأذي الجلد وبتعمل التهابات وبتعمل حمار. البيبي اويل في منتهى الامان هيرطب جسمك جدا، لو في اي التهابات او اي احمرار هيشيله بمنتهى البساطه. تالت استخدام يجنن للبيبي اويل هو ان احنا نحطه على الجلد اللي بين الضوافر او اللي حوالين الضوافر. الجلد ده في معظم الوقت بيبقى ناشف، بالذات لو انت بقى من البنات اللي بتقعد تقرقط في صوابعها وتشيل الجلد اللي حوالين ضوافرها. الموضوع ده بيأذي الجزء ده جدا، بيخلي الجلد فيه جاف وناشف. البيبي اويل بيرطب الجزء ده جدا جدا جدا، وبيخلي الجلد يرجع يعيد بنائه من تاني ويرجع لطبيعته، ما يبقاش فيه الخشونة اللي دايما بنحس بيها. دايما بيبقى عندي مشكلة لما الميك اب ريموفر بتاعي بيخلص ومش ببقى عارفة اعمل ايه، لان اوقات ببقى حاطة اي لاينر او ماسكارا بتبقى ووتر بروف، والميك اب ريموفر العادي ما بيقدرش يشيلهم خالص. يعني لو هيشيلهم بس هيبقى فيه بواقي. فدايما لازم يكون فيه حاجه فيها زيت، يعني مركب يكون فيه زيت. البيبي اويل بقى بيجي هنا يلعب دوره الهايل العظيم، انك ممكن تستخدميه بمنتهى البساطه، تشيلي بيه بقى ماسكارا ووتر بروف، اي لاينر ووتر بروف، بمنتهى البساطه على قطنه صغيره وتمشيها على عينيكي، هتلاقي كل حاجه بتطلع. حاجة كمان، في انواع لبستكس بتكون مات وثابتة جدا جدا جدا، ما ينفعش ان احنا نشيلها او ما بينفعش تتشال اصلا غير لو في حاجة مخصصة تتشال بيها. هنا بقى يجي البيبي اويل يلعب دوره العظيم، ومنتهى البساطة هتحطيه على قطنة وهتمشيه على شفايفك، هتلاقي الروج كله طلع. حاجة كمان انا برضو جربتها وبحبها جدا وبلجأ لها بالذات في فصل الشتاء، فكرة ان الشفايف تشقق اوقات من الجفاف اللي تشور بالميه، سواء في الشتاء او في الصيف. يعني فتره الشتاء بيحصل جفاف نتيجه البروده وقله شرب الميه، في الصيف ممكن يحصل جفاف نتيجه درجه الحراره العاليه. فاوقات بيحصل لي كده في الشتاء واوقات بيحصل لي كده في الصيف. بستخدم البيبي اويل كترطيب، لان هو فعلا في نسبه ترطيب عاليه جدا. بحطه على قطنه وابدا امشيه عادي جدا على شفايفي، صبح او بالليل مش هتفرق خالص. بيرطب جدا جدا، بيحل فكرة التشققات اللي بتكون موجودة على الشفايف، واللي كمان بتكون ناتجة عن استخدام الارواج المط. استخدام كمان فرفوش شوية للبيبي اويل، ان احنا ممكن نستخدمه كهايلايتر للجسم طبعا. طب ازاي؟ بمنتهى البساطة، اي اي شادو عندك مش محتاجاه، اي اي شادو قديم يكون فيه جلاترز كده وبيلمع، حطيه في البيبي اويل وابدأي حطيه على جسمك. هيوفر لك بقى انك تشتري منتج من المنتجات الغاليه جدا اللي بيكون فيها جلاترز او يكون فيها لمعه، والكريمات اللي سعرها غالي جدا. هتحسي بفرق في السعر طبعا رهيب، وزائد ان هو هيرطب لك برده جدا وهيخلي فيه لمعه حلوه لجسمك قوي. لو جربتي تستخدمي البيبي اويل باي شكل تاني غير اللي احنا قلناه في الفيديو، هنستنى تشاركينا تجربتك معاه في الكومنت. ولو ما جربتيش ابداي جربي من النهارده.